كنتمناو التوفيق للفريق ديالنا نتاع البنات وفيف لو ماروك الله ينصر سيدنا. رشيدي احنا جينا وصراحه الله كيشرفونا البنات اول مره كيوصلوا للفينال ديال كاس افريقيا، هذا شرف كبير لينا احنا كنساء وكنفتخروا بهم بزاف بزاف. الحاجه وحده اللي مضيعه الديكور هو ان التيران عامر مستوكي بزاف وما كاينش دي غون طابليت على برا باش اللي على برا يتفرجوا، لحقاش صافي ديجا التيران عامر، ولكن ماشي مشكل، ماشي خساره في البنات ديالنا. كنتمناو لهم التوفيق وكنتمناو لهم ان شاء الله الاستمراريه في المسيره ديالهم الكرويه. حنا فرحانين بالمنتخب النسوي وصل فينا ان شاء الله ديال افريقيا وكنتمناو يديوها، ولكن راه عيب وعار ما كنوش دايرين بحساب. شوف تبارك الله شحال ديال بنادم بقى برا، راه حشومه عيب وعار وحق الله. انا جيت من ربعه وانا هنايا باقي ما دخلتش، راه عيب وعار. صحيح نقول لك انا كلمه واحده، دابا حنا ثلاثه السوايع كندورو هنايا زيرو التنظيم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.